الدوسي ديالنا ديال بمناسبه المسيره الخضراء، بالدوسي ديالنا بمناسبه المسيره الخضراء. يعني كان واحد صايبنا واحد الدوسي، تقوا فينا الديار البلجيكيه لبلادي الثاني تقوا فيها، ونظمنا اليوم ايميغراسيون 60 طون داخل الديار البلجيكيه، نظمنا اليوم واشتغلوا فيها فنانه وفنانه كبار هما اللي اشتغلوا فيها، وكالفوكرور عبيدات رما كالساتية كعدة فنانة اللي اشتغلوا فيها، وجاو حضروا وزارة، حضر رئيس الوزير الخارجية، وحضرت رئيسة مجلس النواب والقنصل ديال المغرب ديالنا، وحضروا عدة سفراء هذا وحضروا في هذا، وكان واحد النجاح كبير في التلفزيون البلجيكي وفي الصحافة المغربية. وفي الأخير يعني لما قدمنا بالنسبة للدوسي ديال عيد المسيرة، قدمنا في مكتب الخارجية داخل السفارة المغربية، ولكن المشكل الكبير اللي وقع هما ما استوجبوش على الموضوع، قال لك لا ما ناخذوش دير لوزارة الثقافة. مشينا لوزارة الثقافة عند رئيس الديوان تاع وزارة الثقافة، واستقبلنا واحد استقبال مزيان، انا غران جورناليست، وحطينا لهم الدوسي، ولكن شافوا الدوسي وجا سعادة الوزير وسلم علينا وهذا، وجا يعني جلسنا واحد ساعتين ولا هذا، ولكن في الاخير يعني ما قال لك لا خاصك دير المكتب تاع الخارجيه اللي داخل السفاره المغربيه اللي موجوده في الديار البلجيكيه. وفعلا عاودنا دينا وهما ما استلموش، قال خاصك دير، يعني ما عرفناش حتى لاعب شكون هو المسؤول، شكون هو هذا المسؤول؟ انا ما نعرفوش شكون هذا المسؤول، واش في اخبار السفير المغربي اللي في الديار البلجيكيه؟ واش في اخبار الوزير الثقافه؟ واش اخبار في وزير الخارجيه؟ يعني واش اخبارهم هاد الناس بان حنايا يعني ما عرفناش اللي ما غنتكلموا؟ وهذا يعني واحد العيد تاع المسيره، هذا عيد كبير، يعني هذا ضروري تيخصو يعني تنديروا فيه النشاط ديالنا، النشاط تاع الفنانين اللي هما مغاربه حاملين البطاقه الوطنيه. فوالا هادشي اللي كاين، وتنبغيو نكون واحد يعني يكون المسؤول الاول اللي زعما سيدنا نصره الله، الله يطول عمره، الله يطول عمره سيدنا، تيتكلم على الجاليه المغربيه، ويعني وتوسع الجاليه المغربيه وعلى الفنان تاع الجاليه، تيوسع عليهم بزاف بزاف.